سؤالي مخصوص الصلاة نفسها، الموضوع ده بيبقى فيه غلطات عند ناس كتير، بيبقى كل واحد مثلا بيبقى بيصلي بطريقة مختلفة عن التاني، فبيبقى فيه تعليم غلط في حاجات زي كده. فبتمنى يعني المفروض شروط الصلاة الصحيحة، الحركات الإيد بتكون فين أو كده، عشان نبقى ما يكونش فيه اختلاف بيننا أكتر. أنا كنت عايز أعرف رأي الدين في التعامل مع التطور التكنولوجي والتعامل مع الميديا، هل التعامل يفيد الدين ولا يضره، سواء كان شباب أو رجال أو جميع الأعمار، هل التعامل مع الدين ولا ده الدين بيحذر منه؟ ده اللي عايز أعرف موقف الدين منه. هو ربنا بيقول في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في حين أن الحج البيت ده المفروض للمسلمين فقط، زي مثلا ما قال في الزكاة كتب عليكم، زي ما قال في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وزي ما قال على الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. طب اشمعنى في الحج قال على الناس جميعا، في حين إن هو شريعة الحج دي خاصة بالمسلمين فقط؟ إذا وصل المسافر إلى مكان ما وترك مسافة السفر وراءه ووصل مكانه، هل يصلي الوقت الفائت صلاة قصر أم صلاة تامة؟ كنت عايز أسأل على الزوجة، إيه عقوبها اللي ما بتطيعش زوجها؟ في ناس مننا كتير مش حافظين القرآن كامل، فهل يجوز إن أنا وأنا بصلي أفتح المصحف قدام مني وأقرأ منه، وهل ده بيؤثر على الصلاة وبيخليها باطلة من عليه؟